بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة فدك، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وركوعكم وسجودكم وجميع طاعاتكم إن شاء الله. نلتقي معكم في برنامج الليالي الرمضانية وليلة رمضانية مباركة، ودائما معنا سماحة الشيخ ياسر الحبيب. بالبداية مساك الله بالخير سماحة الشيخ. مساكم الله بالخير، تقبل الله أعمالكم. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. أعزائي المشاهدين إن شاء الله كالمعتاد، اليوم غير المعتاد اللي هي ورقة بحث يطرحها سماحة الشيخ. إن شاء الله اليوم نجاوب على أسئلة الإخوان اللي اتصلوا في برنامج حلقة الأمس، لأن منتو مثل ما شفتوا في حلقة الأمس كان في اتصال مداخلة من الدكتور يوسف الصديقي، وأخذ تقريبا أكثر وقت البرنامج، فما مدانا نجاوب على الأسئلة. فسمحت الشيخ إن شاء الله بالبداية نجاوب على الأسئلة اللي تداخلوا فيها الإخوان في حلقة الأمس، وبعدها إن شاء الله نبدأ في برنامج اليوم. بالبداية نعم، عندنا اتصال من الأخ مكي من البحرين، يقول بالنسبة للآية كل شيء أحصيناه في إمام مبين، فما هو الإمام المبين؟ اسمحوا لي أن أبدأ بالبداية المباركة كالمعتاد، أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله يا رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله على روحك وبدنك، ولعن الله قاتليك. في إجابتنا على هذا السؤال لابد من مقدمة سريعة نقول فيها إن القرآن الحكيم له ظهر وله بطن، ولكل ظهر ظهر ولكل بطن بطن، هذا ما نطقت به الآثار الشريفة، والمراد من ذلك أن آية القرآن الحكيم لها أكثر من معنى، ولا يعرف ذلك إلا الراسخون في العلم. نحن الذين نتمكن من فهم آية القرآن الحكيم إنما نفهمها على ظاهرها، وهذا الذي يصطلح عليه بالتفسير، وهو الحجة في مقام الاستنباط. أما بواطن القرآن الحكيم، أي تلك المعاني التي تكون تلك الآيات مشتملة عليها، لكن تلك المعاني بعيدة عن أذهاننا لا نعرفها، تلك البواطن والأسرار فإنها لا تكون إلا من قبل نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الشرعيين من آله صلوات الله عليهم، فهم الذين يوقفون على تلك المعاني البعيدة والتي تسمى في الاصطلاح بالتأويل. فعلى هذا معنى الآية الكريمة التي ذكرها الأخ السائل
كل شيء أحصيناه في إمام مبين، على التفسير الظاهري المراد إحصاء كل شيء في هذا الكتاب العزيز الذي هو الإمام المبين. ولكن في التأويل، أي فيما نطقت به الأحاديث الشريفة عن النبي الأعظم والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم، فإن هذا الإمام، وهذا هو المعنى الباطني، هو مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فكل شيء أحصي فيه بمعنى أنه قد اكتسب ذلك العلم الإلهي النبوي الذي جعله محيطا بأسرار الخلق والخليقة والعلوم والمعارف كلها. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما مضمونه، وهذا حديث شريف معروف عند جميع المسلمين: أنا مدينة العلم وعلي بابه. عندنا سؤال من أبو محمد من الكويت، سأل عن عائشة، هل لها علاقة في قضية قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه وكذلك الحسن؟ صلوات الله عليهما. يعني نحن ذكرنا في كتابنا كتاب الفاحشة أنه طبقا لما جاء في مصادر التاريخ أن عائشة بعد انتهاء معركة الجمل وإرجاعها راغمة صاغرة إلى المدينة المنورة، حيث فرض عليها الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الإقامة الجبرية، حاولت وظلت تؤلب على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وتؤجج مشاعر العداء ضده، حتى أنها كاتبت معاوية من جديد تحرضه على الحرب، حرب علي، وهذا الذي جرى في معركة صفين. فالمرأة هذه ظلت تحرض على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ولذلك نقول إن لها ضلعا في دفع ذلك الخارجي الشقي عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله تعالى عليه، دفعه إلى قتل أمير المؤمنين عليه السلام، ولو بتوفير الأجواء العدائية لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الجهة القطع فيها تام. أما من جهة أنها حرضت معاوية على قتل الحسن بسمه صلوات الله عليه، فإني لم أجد دليلا تاريخيا صريحا في هذا الشأن، لكن يكفينا ها هنا أن نعلم أن المرأة كذلك ما كفت عن معاداة الحسن السبط الأكبر وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، وذلك لأنها وقفت ذلك الموقف الشائن حين أتي بجنازة الحسن صلوات الله عليه ليدفن إلى جوار جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فوقفت ذلك الموقف الذي تمخض عنه رمي جنازة الإمام عليه السلام بالسهام. نعم سمحت الشيخ، عنده سؤال ثاني: هل للشيخ كتب أخرى وكيف يحصل عليها؟ يعني هنالك كتب أخرى، لكن في الواقع لم تطبع لأنها ما زالت مخطوطة وتحتاج إلى شيء من التنقيح، وإن شاء الله يعني نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتمكن من طباعتها إن شاء الله تعالى في المستقبل، كما أننا نلتمس من جميع المؤمنين الدعاء في هذا الشأن إن شاء الله. الأخ حيدر من إيران، بما أنكم تفضلتوا في ورقة البحث يوم الأمس عن موضوع قصة أبو موسى الأشعري لعنة الله عليه، فيسأل: كيف هلك الأشعري وماذا فعل أمير المؤمنين معه في نهاية القصة؟
يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أولا عزله، وثم يعني خطب ضده، والخطابات هذه أو الخطب رويت عندنا وعند مخالفينا على السواء، وإلى درجة أنه أمير المؤمنين عليه السلام كان يلعنه كذلك في قنوت الصلاة، وهذا أمر أيضا رواه أهل الخلاف، إلى أن جرت قصة التحكيم المعروفة التي فرض فيها هذا الرجل على علي عليه السلام أن يكون هو الممثل عنه، فخدع بسبب حماقته، خدع من قبل اللعين عمرو بن العاص لعنة الله عليه، وجرى ما جرى. ثم بعد ذلك خمل ذكره أبو موسى الأشعري، وظل يعيش هكذا ويرتع إلى أن هلك في عهد معاوية، هلك في عهد معاوية. نعم، أبو باقر كان عنده سؤالين من العراق المتصل. أول سؤال كان: أي مرجعية تقلدون؟ وكما أجبت في السابق تقلدون سماحة السيد صادق الشيرازي. والسؤال الثاني: هل بالأدلة عائشة ارتكبت فاحشة الزنا؟ يعني نعم قلنا ذلك، وهذا أمر استدللنا عليه مفصلا وبيناه في كتاب الفاحشة، فعلى الأخ أن يراجع هذا الكتاب، والذي نقطع نحن به ارتكاب هذه المرأة الخائنة فاحشة الزنا بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. الأخ سعيد من أوكرانيا يقول: عند البكرية شبهتين. الشبهة الأولى أن يقولون عندما طعن وعندما ضرب عبد الرحمن بن الملجم لعنة الله عليه أمير المؤمنين ركض فيه بعيرة أمير المؤمنين وخرج خارج الكوفة، وليس قبره هذا الذي في النجف. والشبهة الثانية أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يولد في الكعبة. يعني أما بالنسبة إلى الأمر الأول، فإني لا أتذكر أن أحدا من أبناء الفرقة البكرية ادعى ذلك على الإطلاق، وإنما ادعي ذلك من قبل بعض الغلاة الذين حاولوا التشكيك في نسبة هذا القبر الشريف إلى مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. نعم، جاء من النواصب أمثال ابن تيمية وأشباهه، وزعموا أنه هذا ليس قبر علي، وقالوا أمور يعني مضحكة، مثل أنه مثلا ابن تيمية يزعم أنه هذا القبر الذي في النجف هو قبر المغيرة بن شعبة مثلا، ولكن ما أتذكر أنه هنالك من ادعى سواء ابن تيمية أو غيره أنه يعني جثمان أمير المؤمنين وضع على بعير والبعير ركض وما إلى هنالك. وأما نسبة هذا القبر الشريف إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فالنسبة ثابتة محققة، قامت عليها أدلة متضافرة، سواء من أحاديث أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أو يعني من قبل المؤرخين وكتاب السير، والأمر صار معروفا جيلا بعد جيل واشتهر وذاع، وذلك كاف في مقام الثبوت أو في مقام الإثبات والاطمئنان. أما بالنسبة إلى الأمر الآخر، فأيضا أقول إن الشمس لا يمكن أن تحجب، وحقيقة أن عليا صلوات الله عليه ولد في الكعبة هي كالشمس، لا يمكن لأحد أن يحجبها، فهي ظاهرة أتم الظهور، يعرفها المسلمون خلفا عن سلف، وهي ذائعة الصيت، مشهورة في كل الكتب والمصادر التي تحدثت في هذا الشأن لكل الفرق، وهو أمر لا يختلف فيه إلا مرضى القلوب. ونحن الآن لسنا بإزاء
نعرض تحقيقا علميا لإثبات ذلك، ولكن أقول إن كل من يجول هكذا جولة يتصفح بها مصادر التاريخ يعرف بأن هذا أمر مسلم، وأن عليا صلوات الله عليه ولد في الكعبة المعظمة، ولا يخالف في ذلك منصف على الأطلاق. أحسنت سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، يوم الأمس في نهاية البرنامج اتصل علينا الدكتور يوسف محمود الصديقي، ودارت بينكما بعض المناقشات على السريع وعلى العجالة. ارتأينا في هذه الحلقة أن نتصل بالدكتور يوسف محمود الصديقي، الأستاذ في جامعة قطر. حبذا نسأله أو يتناقشون بعض المناقشات، أو لديه شبهات جديدة كالشبهات التي طرحها يوم الأمس، وإن شاء الله تجاوبون، لعل في جوابكم ونقاشكم عل وعسى أحد إن شاء الله يهتدي من الفرقة المخدوعة في أبي بكر وعمر. بالبداية الإخوان، أعتقد في الكنترول الاتصال جاهز. نعم، هو نعم اتصلوا فيه الإخوان، يقول بعد تقريبا 10 دقائق يقول يكون الاتصال جاهز، لأن هو ليس في مكان مستقر، يريد بس، لأن احنا كلمنا اليوم ووافق على أن يناقشك في هذه الحلقة، ولكن الآن لا يتواجد في البيت، لذلك يقول بعد 10 دقائق إن شاء الله. سماحة الشيخ، في 10 دقائق هذه ممكن أطرح عليك أسئلة إخوان يطرحوها، موجودة عندي في الحلقات السابقة، وما أسعفنا الوقت أن نجاوبها، لأن طرحوها علينا ليس على الهواء مباشرة، خلوها عند الإخوان، ودائما الإخوان يحاولون لهذه، نعم يحاولون الأسئلة. فالسؤال الأول اللي طرحه الأخ من الكويت يقول: ما الفرق بين الفلاسفة والعرفاء والفرقة الإسماعيلية؟ 3 أشياء. يعني الفرق بين وواضح. أما بالنسبة إلى الفرقة الإسماعيلية، فهي فرقة شاذة عن التشيع، منحرفة ناصبة. هذه الفرقة تزعم أن الإمام من بعد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هو ابنه إسماعيل، مع ملاحظة أن ذلك أمر أشبه بالهراء، يعني هذا الادعاء ادعاء أشبه بالهراء، لأن إسماعيل توفي في حياة أبيه وصلى عليه، ولكنهم يزعمون أن الإمامة انتقلت، يعني هم طائفتان أو قسمان، قسم يقول إن الإمامة انتقلت من إسماعيل إلى ابنه محمد بن إسماعيل، فصار الإمام بعد الصادق هو محمد، وقسم يقول إن إسماعيل شبه لكم أنه قد مات في حياة أبيه، إنما كان حيا يعيش، ولكن ستره الإمام عليه السلام بهذه التمثيلية إنجاز التعبير، وأظهر أنه مات حرصا عليه، فكان هو ولي الأمر من بعده. وكلا الأمر مردودان، وعلى أي حال هذه الفرقة في عقائدها كثير من الخلل، وفي أحكامها كذلك، وهم اليوم طائفتان يعني رئيسيتان أو قسمان رئيسيان، أو بالأحرى 3، اثنان منهم من تلك الطوائف من الهنود، وإحداها تستحل الحرمات ولا تلتزم يعني بالشريعة، وهي طائفة الأغاخانية الإسماعيلية، الأغاخانية الذين يتبعون هذا أغاخان، والقسم الآخر البهرة الذين يتبعون إمامهم شخص آخر.
هندي، وهنالك فئة منهم في الجزيرة المحمدية في منطقة نجران، وهم المعروفون بالإسماعيلية الكرامية. وعلى أي حال، هذه طائفة من الطوائف المنحرفة. أما بالنسبة إلى الفلاسفة، فهم من يتبعون تلك القواعد والمبادئ التي نظر لها الفلاسفة القدماء، يعني اليونانيين ومن أشبه، وثم دخلت منهم إلى المحيط الإسلامي وتكون ما يسمونه هم الفلسفة الإسلامية. وذلك يعني نوع، يعني أصلا هذا الاصطلاح فيه شيء من التناقض في الواقع، لأنه إما أن تأخذ بالإسلام وإما أن تأخذ بالفلسفة. لماذا؟ لأن الفلسفة تحتكم فقط إلى ما هم يزعمونه أنه قواعد عقلية بحتة، ويزعمون أنه من خلال تلك القواعد يمكن التوصل إلى الحقائق، مع أن الذي وضعوه وقرروه كثير منه ليس بقواعد عقلية ولا أصلا بمسلك عقلي، وإنما هو أقرب إلى المسلك الذوقي، ولذلك تجدهم يتضاربون. ثم العقل في غير البدهيات وفي غير ما اجتمع عليه العقلاء لا يكون حجة، ولا يمكن له أن يتوصل إلى الحقائق في غير هذا الذي الله عز وجل جعل العقل قادرا على أن يكشفه. فمثلا العقل لا يتمكن أن يعرف كم صلاة مفروضة علينا في اليوم، هذا لا يتمكن، لا بد من النقل، لا بد من السماع، أي لا بد من الشرع. فالمشكلة مع الفلسفة هذه، طبعا الفلسفة تتداخل مع المنطق، المنطق نقبله. لماذا؟ لأنه عبارة عن يعني تمرين للذهن في الواقع على كيفية الاستدلال الصحيح، يعني أشبه بالرياضيات هكذا فقط، أداة المنطق، أداة فقط، وليس علما يكشف عن حقائق بذاته. وإنما المنطق مثل جهاز الحاسوب، تعطيه معطيات يعطيك نتائج من خلال عملية ذهنية، هذه العملية منطقية بمعنى أنها تكون صحيحة. فإذا لم تمر بقواعد المنطق وبأسلوب المنطق، النتيجة قد يكون فيها شيء من الخلل. أما الفلسفة لا، الفلسفة تتعدى هذا الطور، ولذلك حرمها أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام، لأنها تعرض، الفلسفة في أساسها تعرض عن النقل، تعرض عن السماع، وتجعل كل شيء خاضعا لما يسمونه العقل وما هو بعقل. فلذا هؤلاء الذين جاءوا وسموا أنفسهم فلاسفة إسلاميين، هم في الواقع تناقضوا. لماذا؟ لأنهم حاولوا أن يوفقوا بين الفلسفة وبين الإسلام، فأوقعوا أنفسهم في الخط، خط عشواء، ولذلك تجدهم يتناقضون، وتجدهم ينقضون ما جاءت به الشريعة. مثلا إحدى الأمور أنه الفلسفة، حتى هؤلاء الفلاسفة الإسلاميين لا يتعقلون مسألة أن البعث والنشور إنما يكون ذلك لنفس هذا البدن الذي مات في الدنيا، هذا بعينه يعود. ولذلك يقولون هذه مسألة، قواعد الفلسفة لا تقبلها، لا يمكن. لذلك يزعمون مثلا أنه الذي يعود هو الروح فقط، وأما البدن فلا تعود، لأنها هنا شبهة الآكل والمأكول، فالذي يعود هو بدن على مثال ذلك البدن، يعني الله يخلق بدنا آخر مثلا. وتدخلوا في التوحيد وفي كنه الله تبارك وتعالى، إلى أن أوصلهم ذلك إلى الكفر بالاعتقاد مثلا بوحدة الوجود
والموجود والاعتقاد بالعقول العشرة وما إلى هنالك. فإذا قولك الفلسفة الإسلامية تناقض، لأنك كأنك تقول هكذا كأنك تقول الزنا الإسلامي مثلا، لا يمكن. يعني هاي الفلسفة محرمة، جاء عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام ما فيه صراحة في تحريمها، لأنه واضح أنه نتائجها الآن، نتائج هذه الفلسفة تخالف الإسلام، تخالف ما جاءنا من الكتاب والسنة، فالفلسفة هذه مرفوضة. أما العرفان فهو في الواقع وجه آخر للتصوف، هو عبارة عن سلوكيات وأفكار. يعني العرفان يقسم قسمين، العرفان النظري والعرفان العملي، هكذا يسمونه. والعرفان النظري يتشابك مع هذه الفلسفة التي يسمونها الفلسفة الإسلامية، ويتشابك مع التصوف. والعرفان العملي هو هذه الطقوس التي لديهم وما إلى هنالك من أمور التي يزعمون أنهم بهذا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، وهو عرفان باطل ومنهج باطل ومغلوط، وليس بعرفان أئمتنا صلوات الله عليهم، أي ليس بالعرفان الإسلامي الذي قرره أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في أحاديثهم. هذا العرفان مشوب بأفكار ومعتقدات باطلة، كما أنه مشوب بطقوس باطلة، وغايته في الواقع إنكار الشريعة. يعني يوصلون أنفسهم نتيجة إلى ما يسمونه الحقيقة، الشريعة فالطريقة فالحقيقة، ولما يصل إلى الحقيقة فإنه حين ذلك يكون متحدا مع الحق الذي هو يعني الإله وهو كل شيء، فلذلك يرتفع عنه التكليف ويكون قد وصل إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى أن يتعبد أصلا. هذه هي في الواقع فكرة ومنبت العرفان، وكثير يغفلون عن ذلك، حتى أولئك الذين يسمون أنفسهم يعني من العرفاء، كثير منهم للعلم جهلة، لا يعرفون إلى أين يؤدي بهم العرفان. ولذلك بعضهم يكتشف ذلك، ولكن يكتشفه في مرحلة متأخرة بعدما يكون هذا المرض قد استفحل فيه، فلا يمكنه الرجوع إلا من عصم الله، كالميرزا الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة في هذا السلوك وفي هذا المنهج الشيطاني، ولكن الله عز وجل عصمه، فلما أراد الرجوع توسل بإمامنا صاحب الزمان صلوات الله عليه في مسجد السهلة في الكوفة، والإمام عليه الصلاة والسلام أنقذه، فأسس ما يعرف اليوم بالمدرسة التفكيكية، التي تفكك بين الإسلام وبين ما يسمى الفلسفة والتصوف والعرفان وهذه الاتجاهات الباطلة المنحرفة، فكك فيما بينها وجعل الأصالة فقط لما جاءنا عن الله ورسوله وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، وأن نحتكم إلى ذلك فقط. وهذه المدرسة الحمد لله هي التي فرضت نفسها على الحوزات العلمية، ونحن جميعا إن شاء الله ممن انضم في سلك هذه المدرسة محافظة على أصالة الدين ونقائه. أحسنت، بارك الله فيك سمعت الشيخ. في وقت عندنا تقريبا ناخذ اتصالات. اتصال من الأخ خالد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أخوي خالد. عفوا أنا أخت البنت. بنت خالد، حياك الله، تفضلي. الله يحييك، عظم الله أجركم بمناسبة وفاة استشهاد الإمام علي سلام الله عليه. أجورنا وأجوركم إن شاء الله، تقبل الله أعمالك. الله
عندي 3 أسئلة. نعم. السؤال الأول، الله بكتابه يقول بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العظيم. عندنا إن الآية نازلة بالإمام علي، عند المخالفين ممكن تعطونا انقطع الاتصال من الأخت من الكويت. سمحت الشيخ، ممكن طبعا ما فهمنا السؤال لحد الآن، ناخذ باقي الأسئلة ولا ننتظر تحولون المكالمة ولا تطول؟ نعم. لا، ما فهمت أنا السؤال جيدا. نعم. الحين في سمحت الشيخ، طبعا السؤال ما كملته، أنت تقول سؤال بس للحين ما كملته الأخت، فهم إذا تبي تفضلون تتجاوبون عليه تفضل. ما لا لم أفهم السؤال حقيقة، ما فهمت. نعم. في أخ اتصل يقول اتباع الحكام والدول والقوانين الوضعية تندرج تحت أي قسم وتحت أي وجه شرعي؟ يقصد بالنسبة للحكام العرب والحكام الأجانب. الأصل أن هذه القوانين لا وجوب في الالتزام بها، هذا هو الأصل، ولكن ما يكون فيه نظم أمر المجتمع بحيث أن المجتمع لا ينتظم أمره إلا بمثل هذه القوانين، كقوانين المرور مثلا، بحيث ما يكون في خرقه أو عدم الالتزام به مفسدة اجتماعية أو وقوع هرج ومرج وما إلى هنالك، فهنا الفقهاء يفتون بوجوب الالتزام بمثل هذه القوانين. فإذا الذي يصحح هذه القوانين، أو بعبارة أخرى الذي يجوز لنا الالتزام بهذه القوانين الوضعية، هي القواعد الفقهية التي تكون حاكمة على تلك القوانين وتمضيها نظرا لمصلحة ما أو درءا لمفسدة ما، كقاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار مثلا، فما يكون فيه إضرار بالنفس أو إضرار بالمجتمع فهذا يحرم تاليا، وإلا فالأصل كما بينا أن هذه القوانين لا وجوب في لا وجوب بالالتزام فيها مطلقا، هذا هو الأصل فيها. نعم، أحسنت. ناخذ اتصال من الأخ ثار الدراجي من العراق. السلام عليكم. انقطع الاتصال من الأخ ثائر. ناخذ اتصال من الدكتور عمر من العظمية، على ما يحلون الأخوان. اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم دكتور عمر، تفضل. السلام عليكم. تفضل، انت على الهواء ان شاء الله. الصوت مو واضح اخوان، الخلل من الاتصال. اي لو تعاود الاتصال الدكتور، لان الصوت مو واضح. اي نعم، لان الصوت مو واضح. ناخذ اتصال ثاني من الحاج وعد اللامي من بريطانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، حياك الله. أود أن أذكر للأخ الذي ذكر في الأمس الأخ الذي. السلام عليكم لو سمحت. السلام عليكم أخ وعد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. هنالك حديث في مسلم، أورده مسلم بالرقم 4975، باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وآله من الريبة.
في هذا الحديث يروي عن ثابت عن أنس يقول أن رجلا كان يتهم بأمي ولدي رسول الله صلى الله عليه وآله، والمعلوم أن أم ولد النبي صلى الله عليه وآله هي مارية، فمارية كانت متهمة بقضية الإفك بنص حديث مسلم الواضح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: اذهب فاضرب عنقه. فأتاه علي فإذا هو في ركين يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج. فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر. القضية ببساطة أن مارية في صحيح مسلم اتهمت بقضية الإفك، وأن رجلا جاء وقال أن مارية متهمة بكذا وكذا والعياذ بالله. السؤال للأخ من قطر: هل قضية الإفك قضية واحدة أم إفكان؟ يعني عندنا إفك عن عائشة وإفك عن مارية أم إفك واحد؟ إذا كان القضية فيها إفكان كما يظهر من هذا الحديث في مسلم أن أم ولد النبي متهمة، فلماذا لا تذكر هذه القضية بنفس الطريقة التي تذكر عن عائشة بنت أبي بكر؟ هذه واحدة. ثانيا، لكل العقلاء الذين يستمعون صوتي أود أن أذكر لهم الآتي: هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله ليس لديه ثقة ولا يعترف بأن عرضه مصون، فما أن يأتي رجل فيتهم مارية فيقول لعلي بن أبي طالب: اذهب اقتل فلان وفلان بدون بينة؟ أنا أقول أنه الذي ينشر الباطل والذي ينشر الإفك هذه الكتب التي تطبعونها أخونا الأخ الدكتور من قطر، فأرجو منكم أن توضحوا أن في هذه الكتب إفسادا للأمة الإسلامية. فإذا أشكلتم على رجل من هنا ومن هناك فالأولى أن تشكلوا على صحيح مسلم، وأنتم تقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث أن النبي اتهم بعرضه أم المؤمنين مارية، فكيف تخرجون من هذه الورطة؟ ولذلك قال ابن تيمية في منهاج السنة أن النبي صلى الله عليه وآله ارتاب في عرضه، في زوجته ارتاب. وأنا شخصيا لو سألني أي إنسان، وأنت أيها الدكتور المستمع المؤدب، لو سألتك ماذا تقول في عرضك؟ لا شك ولا ريب أنك واثق وتدافع عن عرضك، فكيف تنسبون للنبي أنه يشك في عرضه؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الأخ وعد على المداخلة، وناخذ اتصال من الأخ ثائر الدراجي من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم إخوان، اعذرونا التأخير، دائما يكون 5 ثواني في تحويل المكالمات. الأخ ثائر، السلام عليكم. الدكتور عمر، نعم عفوا، دكتور عمر من الأعظمية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ذكر نفسه في علاقة الماضية أن الإمام أبا حنيفة النعمان دعوتها مسيرة ومضمونها أن الولد يحق له خال قضيب أمه، خال قضيب قضيبه بأمه بشرط أن يلف القضيب بخرقة. نعم. حقيقة إنها فتوى قبيحة لا يستطيع النطق بها حتى الفجر وأثناء الشقارة، تقشعر لها الأبدان. فأنا أتحدى الشيخ الحبيب إن ثبت هذا الادعاء، وشرطي أن يكون إثباته عرض على الشاشة أو على الكاميرا ومن صحاح المسلمين فقط،
وإن نجح في ذلك وأظهر دافنته فإن هذه الفتوى الحقيرة إلى الإمام أبا حنيفة أتعهد لكم وأمام المشاهدين الكرام تبرأ من أبا حنيفة وأصبحه بالذات وأتوسل كما تقولون وأعلن تبيعي وأنتقل إلى مذهب الإمام جعفر الصادق وأترك أبا حنيفة وأبقى عليه الكتاب المنحرف الشاب. إن أراد الشيخ وقت أتصل بعد دقائق أو بعد ساعة وإن يريد أتصل مرة ثانية دكتور دكتور أنت دكتور خل الأفضل أنك إحنا نتصل عليك لأن الصوت عندك مو واضح. نحاول نتصل من لندن ممكن الاتصال يكون أوضح بعد ما طبعا الشيخ يوضح لك هذه الفتوى. عندنا اتصال إخواني خلنا ناخذه وبعدين نرجع للدكتور. الأخ ثار الدراج السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. الله يحييك. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وإياكم بذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. عظم الله أجورك. بداية السؤال الأول لسماحة الشيخ، طبعا كذلك أحب أن أحيي الصوت حاج وعد اللامي الذي يذل العرورة في قناة صفا الذي يتصل عليكم قبل قليل. السؤال الأول لسماحة الشيخ، في السنة السابقة قام هناك حملة ما تسمى حملة للدفاع عن أمهم عائشة وأقام الدنيا ولم يقعدوها، هل هذه السنة لم نرى هذه الحملة؟ هل إنهم سيتقبلوا الأمر بمرور الوقت وكما لعن الشيعة في السابق معاوية ويزيد سيتقبلون فيما بعد أننا سنحتفل بذكرى قاتلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ السؤال الثاني لسماحة الشيخ أنه مسألة الفلسفة والعرفان وغيرها من هذه المسائل تطرح عادة. أنا في استفتاء خاص مع سماحة السيد محمد صادق الروحاني عندما سألته عن عرفان وفلسفة ابن عربي فقال إنه الكفر بعينه، قال إنه الكفر بعينه، فهل هذا صحيح؟ أما المسألة الثانية عندنا روايات عن الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، مثلا الإمام الحسن العسكري عليه السلام عندما ذم الفلسفة وعندما وصف العلماء في آخر الدهر قال إنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف، فهل هو هذا الميل بحد ذاته يعتبر ضلال؟ ومن أول من أدخل كتب فلسفة اليونان إلى العالم الإسلامي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال من الأخ أبو حسن من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على صباح الشيخ. حياك الله. شكرا. اريد اطرح سؤال عن الدكتور المقدم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. اقول له كيف يعني ممكن ان يدافع عن عرض النبي لما شخص مثل واحد قبطي اسمه زكريا بطرس يطعن في عرض النبي ويستنيد باحاديث عائشه وفي الصحاح واخر كتب الحديث، يعني كيف ممكن يعني يدافع عن الشرف النبي وهو كان يتحدى علماء المسلمين ويقول يعني هم في الصحاح الأحاديث، كيف ممكن يعني تقبلوا بنبي بهذه الأخلاق؟ وشكرا. أحسنت، مشكور أخ حسن، بارك الله فيك وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله. ناخذ اتصال من أبو ياسين من ألمانيا. السلام عليكم أبو ياسين. السلام عليكم أخو ياسين. السلام عليكم. السلام عليكم. تسمعني أخو ياسين؟ سماحة الشيخ
عندنا أكثر من سؤال. نبدأ بالدكتور عمر من الأعظمية، عنده تحدي وتحدية صراحة محرز سماحة الشيخ. أنتم ذكرتوا فتوى أبي حنيفة عندما يحل للرجل لف ذكره بخرقة وإتيان أمه والعياذ بالله، فيقول هذه الفتوى القبيحة يستقبحها، ويقول لو أثبت لي سماحة الشيخ بالمصادر المعتبرة صدق هذه الفتوى لأتبرأ من مذهب أبي حنيفة واتبع مذهب أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، وهي عقيدتنا الجعفرية والدين الصحيح. فأعتقد أن تحدي جيد، وأنا خليت الإخوان يسجلون رغم الدكتور، وهو الحين يسمعنا إن شاء الله. ممكن إذا يعني مستحضر الأحاديث والروايات اللي تخص هذا المضمون ممكن تطرحها للدكتور، وإن شاء الله نكلمه ونخليه يتداخل مرة ثانية. نعم، أولا كتصحيح للدكتور السائل، أني لم أقل إن أبا حنيفة قال بأنه يحل ذلك، إنما قال بأن ذلك يرفع عنه الحد. لو أن رجلا لف إحليله بخرقة ووطأ أمه فإن هذا يرفع عنه الحد، هذا الذي قلناه نحن عن فقه أبي حنيفة، وأردفنا ذلك بقولنا إنه يقول لو أن صورة العقد قد وجدت، مع أنه عقد فاسد، لكن حيث أن صورة العقد قد وجدت، عقد النكاح بين الابن وبين أمه، فهذا أيضا يرفع الحد. والآن لا أتمكن من أن أخرج له المصدر، لأنه لا بد أن أرجع إلى فقه أبي حنيفة وأخرج له من أصحاب أبي حنيفة ما نقلوه عن إمامهم، ولكن على ما ببالي أنه لو راجع الموسوعة المعروفة، وهي موسوعة البحر الزخار في ما عرف من مذاهب الأمصار، من مذاهب علماء الأمصار، مضمون الاسم هكذا، فإنه في باب النكاح أو في باب الحدود يجد هذه الفتوى من أبي حنيفة. وله علي إن شاء الله تعالى أنه في الليلة المقبلة نأتي له إن شاء الله تعالى بالمصدر بالمجلد والصفحة، فالكتاب عندي وإن شاء الله تعالى أخرجه له حين ذاك. شيخ بارك الله فيك، نقول الأخ أو الدكتور عمر من الأعظمية، إن شاء الله نضع لك الكتاب في الشاشة إن شاء الله، وعسى الله أن يهديك إن شاء الله. نستأذن من الأخ ثار الدراجي وسلته، مع أن عنده سؤال وايد مهم ودنا نناقشه، بس عندي على الخط الدكتور يوسف الصديقي، رئيس قسم الدعوة والثقافة بكلية الشريعة في جامعة قطر. نرحب فيك الدكتور. قبل ممكن ما قبل ما تتحولون للدكتور، ممكن فقط إشارة سريعة للأخ المتصل الذي أشكل على ما روي في صحاح المخالفين من أن النبي صلى الله عليه وآله هكذا أمر عليا عليه الصلاة والسلام بأن يذهب لقتل ذلك القبطي الذي اتهم بأم ولده ماريا عليها السلام، وقال أنه هذا لا ينسجم مع، يعني مضمون كلامه أنه هذا لا ينسجم مع يعني ما عرف عن النبي صلى الله عليه وآله من التثبت، وأنه لا بد من بينة، فكيف هكذا يصنع؟ أقول إن هذا الإشكال محلول في الواقع، محلول عندنا وعند المخالفين على السواء، بأن النبي صلى الله عليه وآله أعطى أمرا ظاهريا لعلي عليه الصلاة والسلام بذلك، حتى يكشف الذين قذفوا مارية
عليه السلام. هذا أمر نطقت به روايات أئمتنا، ومنها مثلا ما رواه القمي في تفسيره بسنده عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، كان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتل القبطي وقد علم أنها قد كذبت عليه أو لم يعلم، وإنما دفع الله عن القبطي بتثبت علي عليه السلام، فقال: بلى قد كان والله أعلم، ولو كانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله القتل كان عزيمة منه ما رجع علي عليه السلام حتى يقتله، ولكن إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله لترجع عن ذنبها. الضمير يعود إلى من قذفت ماريا وهي عائشة، فما رجعت ولا اشتد عليها قتل رجل مسلم بكذبها. هذا الجواب وافق كذلك جواب بعض المخالفين، ومن بينهم ومن هؤلاء ابن حزم في كتابه المحلى، له كلام طويل في هذا الشأن، حاصله أنه إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله امتحانهما بذلك وبالوحي وإلى آخر كلامه، فقال بأنه وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ما أراد قط إنفاذ قتل ذلك المجبوب، لكن أراد امتحان علي في إنفاذ أمره، وأراد إظهار براءة المتهم وكذب التهمة عيانا. فالإشكال يمكن حله بهذا الذي قلنا. أما بالنسبة للدكتور، هو معانا على الخط؟ إيه، خل رحب فيه أول شيء الدكتور يوسف. نعم، نرحب فيه، نحييك دكتور يوسف، حياك الله في برنامجنا الليالي الرمضانية. نعم تفضل. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. تمام، سماحة الشيخ، بالبداية تفضلون توجهون كلامكم للدكتور، وأنا عندما خاطبت الدكتور وهو سامعني ان طرحت عليه انه يطرح اي موضوع كان واي يعني اي فكره يحب يناقشها مع سماحتكم، وانتم ان شاء الله تعطونا الاجوبه المناسبه لهذه الشبهه. تتفضل سماحه الشيخ بالبدايه. احسنتم. اولا انا ارحب بالدكتور و أشكر. هو يبدأ أم أنا أبدأ؟ الدكتور ممكن بس أخفض لو سمحت التلفزيون حتى تسمع كلامي واضح يكون عندك. بس كان بيرحب فيك الشيخ وبس يعطيك يعني تقريبا دقيقة أو دقيقتين، وبعدين تتفضلون دكتور تطرحون أي. نعم، أنا أقول للدكتور، أنا أقول للدكتور يوسف أنه أنا أجدد قولي أنه نحن لا شك الآن أمام مشكلة كبيرة، ولا ننفي ولا نريد أن نكون مثاليين، لا ننفي أنه ها هنا تباين عقدي كبير بيننا وبينكم، ولكن الذي يمكن أن يخفف وطأة هذا التباين أن يكون هنالك نقاش علمي محترم في هذه المسائل الحرجة. نطلب من الدكتور إذا تمكن أنه يأخذنا بحلمه في هذه المسائل، لأنه نحن نعلم أن هذه المسائل مسائل حرجة، خصوصا فيما يتصل بعائشة مثلا، ولكن يمكن لنا أتصور أنه نصل إلى نتيجة، وإن لم نصل إلى نتيجة في مثل هذه المسائل فلا أقل أن يذهب كل منا لحال سبيله وهو مستوعب لما لدى الآخر. المشكلة إلى الآن، وهذا الذي نحن يعني عاصرناه في الواقع، أنه إلى الآن الأطراف الأخرى لا تفقه ماذا نقول في واقع الأمر، ولذلك يغطي ذلك الصوت الاستفزاعي
من الآخرين على صوتنا الحقيقي، فلا يعرف الآخرون بالضبط ما الذي نقوله. نحن فقط نريد أن نوصل وجهة نظرنا إليك، تسمعنا جيدا ونسمعك جيدا، ونحاول أن نستوعب بعضنا بعضا. إن استطعنا أن نتقارب في بعض هذه المسائل الحرجة فذلك نور على نور، وإن لم نستطع أظن أنه أفضل ما يمكن أن نقوم به في هذا الشأن هو أن نحترم أنفسنا، يعني كل منا يحترم الآخر، ودون أن يطالبه بأن يسحب اعتقاده في هذه الشخصيات التاريخية المختلف عليها من أجل التعايش. أنت طرحت مسألة التعايش ومسألة التقارب، نحن معك في هذا الجانب، نحن نقول جيد أن نتقارب وجيد أن نتعايش ونتساكن، ولكن لا تطلب مني أنه حتى تتعايش معي لا بد مثلا أنا أن أتخلى عن اعتقادي في أن عائشة امرأة من أهل النار، كما أنه لا أطالبك من أجل أن تتعايش معي وأتقارب معك اجتماعيا أو سياسيا أو في شتى مجالات الحياة أنه تتخلى عن اعتقادك في أنها امرأة من أهل الجنة. هذا يعني دعونا نفكك أيها الإخوة، دعونا نفكك بين اعتقادنا في الشخصيات وبين ساحة الجدل الكلامي وبين التعايش الحياتي المشترك فيما بيننا. لماذا نخلط بين الأمرين؟ الإسلام أكبر من هذه الشخصيات، الإسلام أكبر من عائشة، فإذا ما سقطت عائشة عند أحد من المسلمين هذا لا يستدعي منا أن نكفره أو نخرجه عن دائرة الإسلام، لأن الإسلام يبقى، الإسلام باق بهذا. أنا هنا أريد يعني كمفتتح للنقاش إذا يسمح لنا الدكتور فقط أسأله هذا السؤال الذي يساعد، أتصور يساعد في أن يفهمنا هو ونفهمه ويفهمنا الجميع إن شاء الله، ويقارنون بين وجهتي النظر في شأن هذه الشخصيات. لو أن قائلا قال، أرجو من الدكتور أن يجيبني جيدا على هذه المسألة، لو أن قائلا قال إن الله تبارك وتعالى بعض أحكامه تصدر منه طبقا للهوى، لهوى شخص أو عبد من عبيده، فبماذا يفسر ذلك؟ يعني نحن الآن لو أنا وجهت سؤالي للدكتور أولا كمقدمة أقول أسأله هل الله تعالى حكيم؟ لوافقني 100% أن الله تبارك وتعالى حكيم، ومعنى الحكمة أن الأحكام التي ينفذها الله تبارك وتعالى ويأمر بها، أن ما يشرعه الله عز وجل إنما يكون على مقتضى الحكمة، وضع الشيء في موضعه، ولا يكون على مقتضى هوى أحد وإن كان نبيا من أنبيائه صلوات الله عليهم. فإذا ما قال رجل مقالة أن الله شرع على الهوى، أي بمقتضى الهوى أو على طبق الهوى، ماذا تقول في هذا القائل؟ أهذه المقولة مقولة كفرية أم لا؟ أريد جوابا على هذا السؤال. تفضل دكتورنا، لك الوقت الكافي تقدر تقول فيه اللي تبي وتقدر تجاوب على السؤال اللي طرحه سماحة الشيخ، وأي نقطة عندك خلافية ممكن تطرحها ونجاوب عليها سماحة الشيخ. تفضل. أولا الشيخ يعني فتح عدة قضايا ومسائل، كلها متفرعة عن بعضها البعض. بدأ في الجزئية الأولى تتعلق بمسألة الاصطلاحات والمفاهيم، مسألة العقيدة والاعتقاد جرفه من تعريفه الدقيق
الذي يقصد به أن الاعتقاد هو ذلك الجانب النظري الذي يتطلب الإيمان به إيمانا لا يرقى إليه شك. هذا هو التعريف الاصطلاحي الدقيق لكلمة العقيدة. فالعقيدة يقصد به الجانب المعتقد الذي يتعلق بإيمان الفرد بالذات العلية. هذا أولا. أخذ مفهوم العقيدة وجرفه على ما يتعلق بأبحاثه ورؤاه في شخصيات معينة. الصدى من عند الدكتور نفسه؟ من عندك ولا من عندنا؟ الصدى في صوته بالصوت. والله ما أدري من عندك ولا من عندك. لو سمحت دكتور اخفض على التلفاز. إلى أبعد حد. لأن أنا قاعد أسمع من عندك صوت التلفاز. لو تخفضه بعد وتفضلون. وسامحنا على اللي قاطعناك. تفضل. زي تفضل. تفضل. فالإشكالية الأولى هنا تكمن في مسألة الاصطلاحات والمفاهيم. هو ينظر إلى أن الاعتقاد يقصد به البحث في سير وأعراض الناس، مع أن الدين الإسلامي أمرنا أولا بأن لا نتتبع عورات الناس. هذه قاعدة دينية، قاعدة حكمية شرعية، هي من صميم الحكمة التي تفضلت بها فمسألة القضية الأخرى، القضية قاعدة فقهية، درء الحدود بالشبهات. انظر إلى هذه القاعدة الذهبية التي توجد في ديننا، أن للقاضي أن يدرى حد من الحدود بالشبهات. قضية الزانية التي أتت إلى النبي أكثر من مرة، أو الزاني الذي أتى إلى النبي أكثر من مرة، في النهاية سأل قال أفي عقله شيء؟ انظر إلى رحمة الدين الإسلامي، انظر إلى رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام. درأ إقامة الحد على هذا الرجل الذي كان مصرا باعترافه بأنه قد زنى. فينبغي أن لا تغافل عن هذه القواعد إذا أردنا أن نبحث في هذه المسائل التي تتعلق بتتبع الصحابة رضوان الله عليهم وأمهات المؤمنين، وعلى وجه الخصوص السيدة عائشة. ينبغي أن نضع نصب عيوننا هذه القواعد الكلية، حتى لا ننظر للمسألة نظرة جزئية من زاوية واحدة، لأن هذا نقص فينا كباحثين عندما نبحث في مثل هذه الأمور ومثل هذه القضايا. أنا هنا أطالبك بمسألة درء الحدود بالشبهات، عدم تتبع عورات الناس. هذا على أقصى حد، على أقصى مدى، على أقصى مدى. والعياذ بالله أن يكون قد حصل ذلك من سيدة عائشة أم المؤمنين. أقول العياذ بالله، وأؤكد على هذه المقولة ألف مرة أؤكد على هذه المقولة. نحن الآن كمسلمين نسعى إلى أن نتحد، نسعى إلى أن نتقارب. هل هنا تفضلت وتحدثت الجزئية أن ينبغي أن نبحث عن نقاط التعايش والتعارف؟ هذا نؤكد عليه سواء بيننا نحن كمسلمين، ومن الأولى أن أقول أن نتحاور نحن كمسلمين كمذاهب قبل أن نحاور اليهود والمسيحيين. القضية الأساسية في إشكاليتنا في رجال الدين، وينبغي أن تعترف بذلك. هنا الكهنوت عندما يتدخل في الدين الواحد على أي كان هذا الدين، كان دينا إسلاميا يهوديا أو مسيحيا، عندما يتدخل الكهنوت الذي يرى بأن الحقيقة المطلقة في يديه، نقع في إشكالية. انظر إلى الديانة المسيحية ما الذي حدث فيها، وانظر إلى الديانة اليهودية ما الذي حدث فيها، وانظر إلى دين الإسلام ما الذي حدث ويحدث فيه إلى يومنا هذا. هنا الإشكالية كامنت في الكهنوت الديني هذا الذي نلمسه، بأنه يبحث في جزئية معينة وقضية معينة يرتكز حولها ليلة ونهار ويبحث فيها، وفي النهاية يخرج بصيغ عقدية جديدة لم تكن مألوفة في الدين الواحد. هذه الصيغة العقدية ينبغي أن لا نتغافل منها، والتي نضعها نحن أو كهنوت الدين أو رجال الدين على مستوى الأديان الثلاثة. وإن شاء الله لي كتاب في هذا بهذا العنوان، الكهنوت الديني، أبين فيه
أبين في ما الذي يفعله الكهنة عندما يحاولون أن يغيروا في الصيغة العقدية للأديان. تحدثت سيدك حضرتك عن الذات العلية فيما يتعلق بمسألة العدل والحكمة. الله سبحانه وتعالى عادل وحكيم وخلق البشر بأنواعهم وبأشكالهم، كل يؤدي وظيفته، البشر خطاؤون وربك غفور رحيم. فإذا أردنا هذا الجانب من الجوانب الذي نركز عليه، عندك مسألة الاصطلاحات المفاهيم في إشكالية عند حضرتك، عندك قضية أن الاصطلاح يتغير والمفهوم يتغير من مفهوم الدقيق الاصطلاحي الديني الدقيق إلى مفهوم آخر بشري وضعي، عندك عدد الكهنوت ورجال الدين في الأديان، عندك قضية ثالثة والأهم هي قضية تتبع عورات الناس إن كانت هناك عورات وسير الناس، سواء فيما يتعلق بالصحابة. ذكرت ليلة البارحة أن للصحابة لهم وعليهم، هم رجال لهم وعليهم ولا أحد معصوم، لكن نحن نتأكد نتحدث عن جزئية شرف الصحبة. شرف مسألة شرف الصحبة لها قيمة عندنا نحن كأهل السنة، لها قيمة أن هؤلاء تشرفوا برؤية وملازمة ومشاهدة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان لهم حتى المنافقين الذين يسميهم أهل النفاق كما تسميهم لهم شرف الصحبة، هذا من جانب. من جانب الآخر ذكرت أن أمره متروك لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الأهم في ذلك، أنت حضرتك قرأت نهج البلاغة وأنا قرأته من ألف إلى ياء أكثر من مرة، لم تشر إلى قضية واحدة شكوى علي رضي الله عنه من صحابته أو من شيعته الذي يقول فيه أعتقد يا أهل بغداد أو أهل العراق لقد ملأتم قلبي قيعة، ويدعو على أهل البصرة على ما أعتقد، على ما أعتقد حتى لا أكون جاسما، أطلب من العلي في علاه أن يطبق سماءه على أرضه وأنتم من بينهما. لمن هذا الكلام؟ لعلي من أبي طالب، لمن؟ لشيعته، لشيعته. أعتقد أنك قرأت هذا النص ولم تشر إليه. أنا الآن ليس أمامي أي كتاب، هذه الأمور وهذه المعلومات كلها في ذهني ويشهد الله على ذلك، وأنا في مكان مقطوع عن أي مؤلف من هذه المؤلفات التي بين يديك. يا سيد حبيب، كن حبيبا كما ذكرت، لا تتتبع عورات الناس ولا تعتمد على كتب فيها الغث والسمين. انتبه إلى المنهج الإسلامي، المنهج الرباني، المنهج القرآني الذي يأمرك ويأمرني ويأمر جميع المسلمين أن لا نتتبع عورات الناس وأن لا نبحث في سيرهم. دعنا الآن نعيش هذا الواقع المر الذي نعيشه نحن كمسلمين، دعنا نتحد، دعنا نتفق. عوضا عن ذلك يعني رجاء أن تقرأ كتاب التشيع الصفوي لعلي شريعتي، هذا كتاب ألفه واحد من أهل الشيعة، رجل معتدل وصفي في لندن، قتل هناك ودفن في سوريا، ضريحه بجوار ضريح السيدة زينب. اقرأ هذا الكتاب وانظر إليه، الفرق بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي. التشيع العلوي عمره في حياته لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لأي أحد من الصحابة، أما التشيع الصفوي فذاك هو نهجه. أعتقد يعني هكذا يعني فيه كفاية. نعم. سماحة الشيخ الدكتور تطرق إلى أكثر من نقطة وأنا دونت النقاط، وأنت إذا سماحتكم تبون تجاوبون عليها أو تبيني أعيد لك إياها على راحتك، تفضل. يعني أولا أنا
أحسب أني بالأمس قد بينت أن الدافع الذي يدفعنا إلى البحث في سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هو نفس الدافع الذي يدفعكم في البحث في سير التابعين ومن يلونهم من طبقات المحدثين والعلماء، فإنكم في كتبكم الرجالية، كتب الجرح والتعديل، ما تركتم عورات هؤلاء وذكرتموها وتتبعتموها، وعلماؤكم يجيبون على هذه الشبهة أن الذي دفعنا لتتبع عورات هؤلاء وذكرها هو أمر نحن مضطرون إليه حتى نتمكن من تحديد من الذي يؤخذ منه الدين ومن الذي لا يؤخذ منه الدين. هذا الذي يدفعنا إلى تتبع هذه العورات لأنها إن ثبتت في الشخصية الفلانية فإننا نعلم أن هذه الشخصية ساقطة عن الاعتبار ولا يمكن قبول ما ترويه أو ما تحدث به. حفظ الدين أولى بكثير من حفظ كرامات الأشخاص. هذا أمر مجاب عليه في علم الرجال أو في علم الجرح والتعديل عندنا وعندكم. الإشكال الوحيد كما بينت بالأمس هو أنكم أنتم تتوقفون عند سقف التابعين ولا تمضون في البحث في سير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأزواجه. أشملتم الجميع بما يسمى عدالة الصحابة، فيما نحن لم نرى ذلك وقلنا لا، لابد من أن نميز الصادق من الكاذب من أصحاب رسول الله والصالح من الطالح. فالدافع الذي يدفعنا مثلا في تتبع عورات أبي هريرة مثلا أننا نريد أن نعرف، أنا الآن كإنسان مسلم أريد أن أعرف ديني، هنالك كم كبير من الأحاديث التي جاءتنا عن طريق هذا الإنسان وهو أبو هريرة على سبيل المثال، حتى أعرف أن أبا هريرة ثقة أسلم له زمام ديني وأقبل أحاديثه أم لا، لابد من أن أدرس شخصية أبي هريرة وأبحث في سيرته وأتتبع عوراته لأرى هل أنها عورات صحيحة ثابت عليه تسقط عدالته أم أنها لا مكذوبة عليه فيبقى على محله وأقبل أحاديثه. إن ثبتت فإن ذلك يقتضي مني أن أبتعد عن روايات هذا الإنسان وعن أحاديثه، أن لا أقبل الدين منه، أن لا أخذ الديني منه. فعائشة كذلك يا أخي، عائشة كذلك جاءنا عنها كثير من الأحاديث ونحن اجتهدنا وبحثنا في سيرتها فوجدناها ساقطة عن الاعتبار، أي لا يمكن أن نصدق بأحاديثها إلا ما قام عليه دليل خارجي أو قرينة أو شاهد أو تابع على أنها قد صدقت فيه. هذا ليس بحثا ترفيا، وأنت دكتور وتفهم هذه الأمور جيدا، هذا ليس من الترف في شيء، نحن أمام واقع، نحن الآن أمام منهجين، هل نطبق هذا المنهج أم هذا المنهج؟ نحن أمام مسائل هي معضلات سواء في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو في قراءة التاريخ أو في المعرفة في أبوابها العامة أو حتى في أبواب السياسة والاقتصاد والاجتماع وما إلى هنالك. هل نأخذ مثلا هذه كواحدة من المعضلات الآن، هل نأخذ بأحاديث رضاع الكبير أم لا نأخذ؟ إشكالية كبيرة الآن بين المسلمين، بين من يقول نأخذ وبين من يقول لا نأخذ. نحن نقول لا بد من أن لا نأخذ بهذه الأحاديث. لماذا؟ لأن التي جاء عبرها هذه الأحاديث نقول عنها أنها ليست بمؤتمنة،
ليست صادقة فلا نقبل منها هذه الأحاديث. هل نقبل مثلا الفكرة الاعتقادية التي تقول إن النبي صلى الله عليه وآله كان ينسى آيات القرآن حتى يذكره به قارئ في المسجد؟ شطر من المسلمين اليوم يقولون نعم، رسول الله كان ينسى حتى ما يوحى إليه، مع أن ذلك مصادم لكتاب الله تبارك وتعالى، سنقرئك فلا تنسى. يقولون نعم رسول الله قد نسي، والدليل على ذلك حديث البخاري عن عائشة أن رسول الله سمع رجلا يقرأ آيات من القرآن فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذا أسقطتهن، وفي لفظ آخر نسيتهن أو أنسيتهن من القرآن. هذه فكرة اعتقادية خطيرة، إذا أخذنا بها انهدم ديننا. إلى الآن طائفة أهل الخلاف ما عندها الجرأة في أن تهمل هذه الفكرة وتكفر بها في الواقع وتنزه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن نسيان آيات القرآن الحكيم. كل ذلك لأن الطائفة هذه مربوطة بلجام هو لجام البخاري عن فلان عن فلان عن عائشة، فحيث أن عائشة صادقة عنده والشيوخ البخاري الذين رووا عن عائشة كلهم صادقون كلهم ثقات، قالوا لا يمكن لنا أن نرد هذا الحديث الصحيح، سيما مع فتوى العلماء وأئمة الفقه بأنه من رد حديثا في الصحيحين فهو بعضهم أوصلها إلى حد الارتداد، باعتبار أن كل ما في الصحيحين سنة ثابتة فلا يمكن التشكيك بها، والراد عليها يكون رادا لما علم من الدين بالضرورة. فلذلك نحن مضطرون إلى أن نفتح هذا الملف، مضطرون لأن نبحث بتجرد عن الهوى والعصبية إن شاء الله، مضطرون لأن نبحث في شخصية عائشة، هل أنها صادقة أم كاذبة، مؤمنة أم منافقة، صالحة أم طالحة، للوصول إلى هذه النتيجة التي هي ليست نتيجة ترفية وإنما لها مساس حقيقي بديننا بعقيدتنا بفقهنا بأحكامنا بمعاملاتنا بكل شيء في الواقع. وهي هذه النتيجة، هل نأخذ منها الدين أم لا نأخذ؟ هنا لابد من أن نعرض عن الجانب الأخلاقي إنجاز التعبير، أنه لا نتتبع عورات الناس، لأنه إن أخذنا بهذا الجانب اختلط الحق بالباطل، علينا أن نهمل كتب الجرح والتعديل كلها لأنها في الواقع تتبعت العورات، الراوي الفلاني الشخص الفلاني فعل كذا فعل كذا فعل كذا، هذه كتب الجرح والتعديل بين يديك وأنت أستاذ وتعرف، يعني حينما تفتح أنت مثلا تهذيب التهذيب ماذا تقرأ فيه؟ لما يريدون أن يجرحوا راويا من الرواة ماذا يقولون فيه؟ فضائح بالجملة يذكرون عنه، ولا أحد يوقف ابن حجر قائلا له قف، هذا مخالف لأخلاقيات الإسلام لأنك تتتبع عورات أناس قد ماتوا، لا أحد يقول هذا. لماذا؟ لأن الشرع أوجب عليك أن تتثبت وتتبين ممن أوصل إليك الدين، أتسلمه زمام نفسك ودينك أم لا، تأخذ منه أم لا تأخذ. فالإشكال الحقيقي في القضية ليس في الذي طرحته، ليس أنه شوف القضية مو أخلاقية، أنه لماذا نتتبع عورات الناس ولماذا نتتبع عورات عائشة، ليس الأمر هكذا. نحن الآن في معزل عن هذا الجانب نهائيا، نحن الإشكال الحقيقي بيننا وبينكم هو أننا رفعنا سقف النقاش والحرية النقدية إلى سقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذين نحن وأنتم متفقون على أنهم ليسوا بمعصومين، فقلنا يا قوم نبحث في شخصية من هؤلاء، في فرد من هؤلاء، لنرى هل نقبل منه ما جاء أم لا نقبل، هذا هو الأصل. ف
فكل ما طرحته ردنا عليه يتلخص في هذا المحور. ولكن أعود فأقول إنك لم تجبني جوابا صريحا. أنا وأنت وجميع المسلمين إن شاء الله متفقون على أن الله حكيم، فقول قائل إن الله في أحكامه اتبع الهوى أو أنزلها طبقا لهوى إنسان، هل هذه المقولة بعد الفراغ من كونها تصادم حكمة الله؟ لا خلاف في هذا، لأن الهوى لا يجتمع مع الحكمة في شيء. كلامي أو سؤالي محدد، نعم أم لا؟ هل قائل هذه المقولة أن الله يحكم على الهوى أو بالهوى أو اتباعا للهوى أو على طبق الهوى لا على طبق الحكمة، هل قائل هذه المقالة مسلم حقيقي أم لا؟ أو لا أقل نقول هكذا، هل هذه المقالة مقالة كفرية أم لا؟ نعم الدكتور معانا على الخط؟ معك تفضل. لو سمحت الدكتور، السؤال نعم تفضل، أعطيني المجال كما أعطيت يعني بالدقائق كما أعطيت المجال. طيب. نعم بس لو سمحت دكتور بنهاية مداخلتك جاوب على السؤال، هل الله يحكم بالهوى أم لا؟ تفضل. ليس هنالك أي عاقل يقول إن الله سبحانه وتعالى يحكم على الهوى، يعني ليس هنالك أي عاقل، هذه مصادرة أصلا، يعني لا يجوز أن نطرح مثل هذا السؤال يعني. نعم تفضل. يعني كمل مداخلتك. الله تعالى لا يحكم لا يقيم العدل على الهوى أبدا، لا يقيم العدل على الهوى. نعم تفضل. هنا الإشكالية الآن الشيخ تكلم في عدة قضايا، أخذ تحدث في مسألة أخذ الدين عن الرجال وعن الصحابة وما شابه ذلك. هذه مقولة إحنا نقول الآن مسألة الجرح والتعديل ثابت عندنا، وحتى ثابت عند الصحابة أنفسهم. هنالك كتاب بهذا العنوان ما استدركته عائشة على الصحابة، يعني في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام كان هنالك جرح وتعديل من الصحابة أنفسهم على بعضهم البعض، على بعضهم البعض. قضية أن يؤخذ الدين عن الرجال، فبالتالي يعني نقوم بعملية تتبع، يعني كما يسميه الجرح والتعديل عورات، ما لا يسمي هذه عورات، إنما المنهجية العلمية تقول الجرح والتعديل. ومسألة الجرح نعم، ومسألة الجرح والتعديل ثابت عندنا نحن كما هو ثابت عندكم عند الشيعة، لا خلاف في ذلك. ذكرت أن حتى الصحابة أنفسهم كانوا يستدركون على بعضهم البعض، هذا نوع من الجرح والتعديل، نوع من التعديل، يعني إذا لم يكن فيه جرح ففيه تعديل، فيه استدراك. ما في الصحيحين كله صحيح، تحدثنا في ليلة البارحة وذكرت أن هناك بعض علماء السنة يرون أن هناك بعض الأحاديث وبعض الأقوال التي فيها شيء، يعني فيها شيء، فيها مسألة أخذ ورد. عليك أن، وذكرت أن منهم جمال البنا، ويعني غير جمال البنا هناك كثر، عدد كبير من العلماء يذكرون ذلك. لكن المسألة الأخرى التي ينبغي أن نقف عنها، هل نأخذ عن عائشة الدين أم لا؟ عائشة رضي الله عنها يعني لم تأتي بدين، هي شارحة ومبينة وناقلة، الذي أتى به الدين، الذي أتى بالدين هو الرسول عليه الصلاة والسلام. مسألة تهذيب التهذيب، ابن حجر وما ذكره هذا ثابت عندنا ونعترف به، ليس في أي خلاف. الذي أريد أن يعني أصل إليه معك بمنهجية علمية دقيقة، فلنتبع يعني ننتبه إلى هذه الجزئية.
هذه الجزئية تتعلق بمسألة منهجية علمية. الآن عندما نأتي ونبحث في واقعة ما وفي زمن ما وفي مكان ما، ينبغي أن لا نخرج هذا الحدث وهذه الواقعة عن إطارها الزمني آنذاك. فإذا أردنا المنهجية هكذا، الآن إذا ذهبنا، أضرب لك مثال على ذلك، إذا ذهبنا إلى كتب أو مؤلفات علم الكلام المعتزلة تحديدا، والذين ينظر إليهم على أنهم من الإمامية أو من الشيعة، ورأي آخر يقول أنهم متقاربين في أفكارهم مع الاتجاه الإمامي، هذه قضايا كلامية بحتة، لكن في ثنايا هذه القضايا وهذه المسائل الكلامية ثنايا وقضايا ومحاور سياسية. إذا ذهبت إلى كتاب المغني للقاضي عبد الجبار تجد في إحدى فصوله مبحث تحت هذا العنوان: التكليف بما لا يطاق. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد كلف شخص ما بأمر لا يستطيع أن يحيد عنه، لأنه تكليف من الله سبحانه وتعالى. بالله عليك، هذه قضية كلامية في علم الكلام وتصميم الكلام، لكن الذي أثارها والذي أدخلها الوضع السياسي الذي كان سائدا آنذاك بين الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فهنا عندما نبحث في هذه المسألة الكلامية، التكليف بما لا يطاق من خلال كتاب المغني للقاضي عبد الجبار، لو بحثنا في ثنايا هذه المسألة وجدناها بأنها سياسية بحتة. عندما واجه بعض الصحابة على أن يخرجوا أو أن يتركوا الخلافة ويتنازلوا عن الحكم، أتوا بهذه المقولة: التكليف بما لا يطاق، حتى تصبح المسألة سائدة وسهلة بين العباد والأنفار حتى يتقبلوا هذا الحاكم أو الخليفة. فهنا يعني أنبهك إلى هذه الجزئية، جزئية أنك إذا تبحث في مسألة رجاء أن تبحث فيها من جميع جوانبها، أن تبحث فيها من جميع جوانبها، خاصة مثل هذه القضايا العقدية والتي تمس الدين والتي تمس الدين. ينبغي أن لا نتغافل عن هذه الجزئية بأي شكل من الأشكال. فبالتالي إذا بحثت في مثل هذه القضايا ومثل هذه المؤلفات ومثل هذه الأمور بهذه المنهجية العلمية، أستطيع أن أقول لك بأنك ستفهم هذه القضايا وهذه المسائل بشكل فيه مرونة وفيه سهولة وفيه يسر لك ولغيرك. فهذه قضية ضرورية ينبغي أن لا نتغافل عنها بأي حال من الأحوال. القضية الأخرى التي تحدثت عنها قضية أننا ننظر إلى الصحابة على أنهم غير معصومين كما تنظرون أنتم، أنتم لا تنظرون إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بأنه معصوم، هذا مردود عليك وحجة يعني ينبغي أن تنبه لها أو أن تلتزم بها أو تقول بأنكم يعني تنظرون إلى علي بن أبي طالب بأنه معصوم. نحن ننظر إلى الصحابة جميعا على أنهم بشر لهم وعليهم كما ذكرت، وحتى الصحابة كما ذكرت يستدركون على بعضهم البعض، ووقع خلاف، وقع شجار، وقع الذي وقع، لكننا نحن المنهجية العلمية نقول أمرهم متروك لله سبحانه وتعالى. أم أنك يعني تلتزم بجزئية أنك ستأخذ الدين عنهم تحديدا؟ لا تستطيع أن تقول أن الدين تحديدا تأخذهم من هؤلاء الصحابة أو من غيرهم، الدين تأخذه عن الله، عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وتأخذه من قرآنه
وبعد ذلك تأتي إلى السنة على أنها شارحة ومبينة. ولنا علم الجرح والتعديل كما لكم علم الجرح والتعديل فيما شابه ذلك من قضايا ومسائل. أوكي خلاص دكتور مداخلتك إن شاء الله. أتفضل. نعم سماحة الشيخ، جواب على السؤال اللي طرحته على الدكتور هو نعم، لا يقول قائل بأن الله يحكم بالهوى، وهذا السؤال يجب أن لا يطرح. هذه بداية مداخلته، وبعدين تداخل في أكثر من موضوع، وفي النهاية قال أن الصحابة ليسوا معصومين، ولكن مشاكلهم التي حدث بينهم أمرهم متروك إلى الله جل وعلا. تفضل سماحة الشيخ. يعني أولا كأني هنا أستمع لذي مذهب مستقل، لأن ما تفضل به الدكتور يعني حقيقة كان مفاجئا لي في تعريفاته وفي تقييماته للأمور، من بين مثلا ما قاله، وهذا كان أمرا يعني لا أريد أن أعبر أنه يعني أصابني بشيء من يعني من الضحك، إنما يعني كان أمرا حقيقا عجبا بالنسبة إلي، أنه أن يكون الاستدراك، استدراك من سماهم الصحابة على بعضهم بعضا نوعا من التعديل. يعني هذه مقولة عجيبة، التعديل يراد به أنه إثبات أن فلانا عادل أم لا، لا أنه تعديل بالمعنى المحكي أنه يعدل فلان لفلان. وعلى أي حال الآن أنا أتغاضى عن كل ما ذكره، لأن الكلام فيه يطول والبحث فيه يتشعب في أسس هذه المنهجية العلمية وقضايا علم الكلام والتكليف بما لا يطاق والقاضي عبد الجبار. يعني أنا لست مع هذا التشعب وهذا التفرع الذي ليس ها هنا محله. أنا فقط أريد أن أمنهج البحث في النقاط الخلافية المركزة، وقد بدأناها بهذا السؤال، فنريد أن نحصر النقاش رجاء في الإجابة على هذا السؤال، وهو أن قائل مقولة أن الله تعالى يحكم أو يشرع طبقا للهوى، هل هذه المقولة من هذا القائل مقولة كفرية أم لا؟ هو أجاب بجواب آخر، ما قال إنها مقولة كفرية، وإنما قال لا عاقل يقول بذلك. أنا أعيد السؤال مرة أخرى إليه وأسأله من جديد عن جنبة الحكم في هذه المقولة، لا أنه أريد أن أسأله هل أنه يستقرب صدور هذه المقولة أم يستبعدها حتى يقول لا عاقل يقول بمثل هذه المقولة. سؤالي محدد، هذه المقولة كفرية أم ليست بكفرية؟ معك. تفضل دكتور. معك. أنا لا أستطيع بأي حال من الأحوال أن أكفر أحدا. لا يقصد المقولة، مقولة أن الله لا يحكم. هذا منهجي، هذا منهجي حتى أي كان قائله، لا أستطيع أن أكفر أي المقولة أحد. المقولة يا دكتور وليس وليس شخص القائل، المقولة بذاتها كفرية أم ليست بكفرية؟ أنا لا أكفر أحدا. يقول المقولة دكتور، علي أن يفهم حتى المقولة، حتى المقولة، حتى المقولة، حتى المقولة أي قائلها لا أستطيع أن أكفره. نعم لا أستطيع أن أكفره بأي حال. زين دكتور أنا أقول لك مقولة دكتور، مقولة عندما أنظر. اسمح دكتور لا بس دقيقة واحدة. يا حمد الله لا تضعني في هذه الخانة. أوكي تفضل. يا دكتور أنا لا تضعني في هذه الخانة، أنا كل من يشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس بكافر عندي بأي حال من الأحوال، لن أستطيع أن أكفر أي أحد ولا أتلفظ به في حياتي، ولا أتلفظ به في حياتي. الشيخ
كفر ويكفر له ذلك له ذلك، وهذا يتعارض مع المنهج القرآني. طيب. كما ذكر كل من شهد الشهادتين ليس من حقي أن أكفره بأي شكل من الأشكال. عليكم أن تفهموا هذه الجزئية وأن لا تتغافلوا عنها. نعم. ولا يحق له أن يكفر أحدا. نعم جيد. ولكن السؤال هنا، هل أن قوم أو أصحاب مسيلمة مثلا كانوا يشهدون الشهادتين أم لا؟ الجواب بالاتفاق نعم، ولكنهم جاءوا بناقض من النواقض التي هي من مستلزمات هذه الشهادتين بحيث الانفكاك، وهو أنهم ادعوا نبيا بعد محمد صلى الله عليه وآله وهو مسيلمة، وادعوا أنه أشرك معه في النبوة. فقولنا إنا لا نكفر أحدا ما دام قد شهد الشهادتين على الإطلاق، هذا قول ليس بعلمي ولا شرعي، لأن الاتفاق قائم على أنه من شهد الشهادتين إن قال بمقولة ناقضة لأسس العقيدة فهذا يكفر. مع هذا فإني لا أسأله عن حكم القائل، كلامي محدد، أسأله عن المقولة بما هي هي، هل هذه المقولة كفرية أم ليست بكفرية؟ بمعنى آخر، يعني دعونا نعبر بتعبير آخر، هل القائل بأن الله يحكم على طبق الهوى أو ينزل أحكاما على هوى أناس، هل هذا القائل يكون مؤمنا ومقولته هذه تنسجم مع القرآن والسنة، أم أنها ذا قدح في حكمة الله تبارك وتعالى وبالتالي يكون ناقضا من نواقض الدين؟ أريد جوابا. تفضل دكتور. تعدينا مرحلة التكفير الآن، تعدينا مرحلة التكفير، عليك أن تعترف بأنك تعديت مرحلة التكفير. ذكرت لك جزئية معينة منذ البداية أن ليس بعاقل يقول بهذا الكلام. هذا أمر. الأمر الآخر، ينبغي أن لا تتشبه في مثل هذه المصادر والمراجع التي بين يديك. هذا استبعادك أنه لا عاقل يقول بهذا الكلام. الآن نفرض أن رجلا قاله، رجل قاله، ماذا تقول لذلك القائل؟ عليك أن تتحرى، عليك أن تتحرى من هذه المقولات من القائل، لا تسلم به هكذا كما قيل. تتبع كلامه، تتبع أقواله، تتبع آراءه، حتى تتحرى من اليقين. لشخص أو لرجل مثل هذا أن يقول مثل هذا الكلام؟ أقاله في موطن آخر بعبارة أخرى بألفاظ أخرى أم لا؟ كن موضوعيا في بحثك، لا تقرأ مقولة ما وترددها ليل ونهار. بعد التحري وبعد التثبت من صدور هذه المقولة من القائل، سؤالي ما حكمه وما حكم مقولته؟ أنا أسألك الآن سؤال، دعني أتحدث كما تركتك تتحدث. دكتور بقول لك شغلة، ترى آخر وقت كان أنت تكلمت بس سماحة الشيخ سألك سؤال أنت جاوبته، يعني حتى سماحة الشيخ ما أخذ وقته في الكلام، الآخر وقت كان لك الكلام، يعني أخذ تقريبا ربع ساعة وبعدين أسألك وبعدين الشيخ سألك سؤال. عبد الله أنا ما قاطعته، الشيخ ما تكلم عشان تقاطعه، تفضل بس بجاز، لأن البرنامج تقريبا يخلص بعد 11 دقيقة، أعطيك مجال وبعدين سمحت شيخ رد عليك وراح ينتهي البرنامج. أعطيك تفضل 3 دقائق تكلم. يا سيدي أنا أحدثك عن قضية معينة. نعم. الآن أنت تتشبث بهذه المقولة، تقول المقولة، ما الذي يترتب عليها؟ إذا قلت المقولة يترتب إليها فتذهب وتنجرف إلى القائل. أنا أقول تأكد من مقولة القائل، تتبع القائل من خلال مقولاته المتعددة. إن وجدت له هذا الكلام في أكثر من موطن في أكثر من مكان، دعنا آن ذلك نرى ويعني نحاسب هذا الرجل أو
نبين موقفنا منه. لكن أن تقول المقولة التي قيلت مقولة يعني تخرج القائل عن الدين، أنا أقول لك لا، لا أستطيع هكذا جزافا أن نخرج أحد عن الدين ولا أن أكفر أحدا في حياتي ما دام يشهد الشهادتين. أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه حتى تحكم هذا الحكم على الآخرين وعلى العباد؟ تفضل سمعت شيخ لك الرد. لك سمعت الشيخ الرد تفضل. يذكر لي أكثر من نص، يذكر لي أكثر من نص يتتبعه بأكثر من موقف. هذا جواب، هذا جواب عجيب وغريب وبعيد عن لغة الفقه والفقهاء. إن الفقيه حين يرفع إليه أن فلانا قال هذه المقولة وهي ثابتة عليه فيتحرى ويجد أنها ثابتة عليه، فإنه حين ذلك يصدر حكمه لا أقل بأن يقول إن لم يرد أن يحكم على القائل فيقول على المقالة أنها هذه مقالة كفرية أو لا شيء فيها. الدكتور مع الأسف الشديد إلى الآن لم يجبنا عن هذا الأمر، لم يجبنا عن هذا السؤال. كل ما هنالك أنه قال أنا أستبعد، لأنه معنى كلامه لا يقول عاقل بذلك أنه يستبعد. أنا لم أسأله عن أنه هل تستقرب أم تستبعد، أنا سألته عن حكم قائل هذه المقولة، فهو لم يتشجع لكي يقول نعم هذه مقولة كفرية، وأرجع القضية إلى التكفير وقال بأنه لا أكفر أحدا يشهد الشهادتين. ورددت عليه بأن الإجماع على أن أصحاب مسيلمة كافرون مع أنهم يشهدون الشهادتين، الذين قالوا إن رسول الله أذن كافرون مع أنهم يشهدون الشهادتين، الذين طعنوا في نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله كافرون مع أنهم يشهدون الشهادتين، هذا أمر بالاتفاق. ثم أنت الآن بنفسك لو سئلت، ولا أظنك تكتم ذلك فيما بينك وبين قومك، عن أنه رجل رافضي يقول إن عائشة زنت، لقلت هو كافر أو لا أقل هذه مقولة كفرية، لأنها تصادم كتاب الله في سورة النور التي أبرأت هذه المرأة من فوق سبع سماوات. هكذا أنتم تقولون، فلماذا تتحرز؟ ألمجرد أن هذه المقولة ثابتة على أحد من تحترمهم ولا تريدهم أن يسقطوا من أعين الناس؟ يا أيها الدكتور، نريد منك شيئا من الإنصاف وقوة القلب والدين في أن تقول هذه كلمة كفرية، فإذا قلت ذلك أعطيتنا راحة في أن موقفنا صحيح لما نعادي صاحب هذه المقولة. وحتى إن لم تقل، لا أقل أنك الآن تعذرني أني أعادي قائل هذه المقولة لأنها تمثل طعنا مباشرا في الله تبارك وتعالى لا في نبيه فحسب. من قائل هذه المقولة؟ إنها عائشة، والأمر ثابت عليها بالاتفاق لا يختلف فيه اثنان، إنها مقولة روتها عنها الصحاح كتب الحديث وكتب السيرة، واستبشعها بعض حتى من علمائكم. إن عائشة لم تقل فحسب إن الله يحكم طبقا للهوى، وإنما قالت إنه يسارع في الهوى إلى هذه الدرجة، والرواية تجدها في البخاري ومسلم وغيرهما من الصحاح وكتب الحديث. فلا يمكنك أن تشكك بصدور هذه العبارة من عائشة حتى تقول تثبت وانظر وراجع. ارجع إلى هذه الرواية المروية في البخاري ومسلم وغيرهما عن هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وآله، فقالت عائشة
أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجئ من تشاء منهن، قلت والقائلة عائشة: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. تتهم الله عز وجل بأنه يسارع في الهوى، مع أن الله نزه نبيه عن الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا كان النبي منزها عن الهوى، فكيف ننسب إلى الله تبارك وتعالى أنه يسارع في الهوى وإن كان هوى نبيه صلى الله عليه وآله؟ هذه طعنة في الذات الإلهية، طعنة في الاعتقاد بالله تبارك وتعالى. والأمر فاش عن عائشة في الصحاح والمصادر، ولا يختلف فيه اثنان. فأنا الآن كمكلف، أنت تحاسبني، وأساس نقاشك معي منذ البارحة ما هو؟ أنه لماذا موقفك هذا من عائشة؟ لماذا تطعن في عائشة؟ لماذا لا تحترم عائشة؟ لماذا تكفر عائشة؟ هذه حجتي، إحدى حججي بيني وبين الله تبارك وتعالى. فإذا لم تنصفني وتصطف معي دفاعا عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وآله تجاه هذه المرأة التي قالت هذه المقولة الكفرية في الله تبارك وتعالى، إذا لم ترد أن تنصفني فلا أقل من أن تعذرني بأني عندي الحجة أمام الله تبارك وتعالى في أني أعادي هذه المرأة وأبرأ إلى الله تعالى منها ومما قالت. وأزيدك، لا تقل إن هذه الكلمة ليس فيها شيء وتحاول أن مثلا تهون منها، لا، لأن علماءك كذلك استبشعوا الكلمة. ولكن لأن القائلة عائشة وليست امرأة رافضية من الروافض، وإلا لو كانت امرأة رافضية قالت بمثل هذه المقالة لحكموا بارتدادها أصلا، ولكن لأن القائلة عائشة فإنهم يبررون بنحو من أنحاء التبرير، فأرجعوا ذلك إلى الغيرة مع استبشاعهم هذه المقالة، وأنها مقالة خطيرة جدا تنقض العقيدة الإسلامية. هذه لا يحل لمسلم أن يعتقد أن الله تعالى يسارع في الهوى، المسألة واضحة لا تحتاج إلى نقاش. أحد الذين أنكروا هذا القول على عائشة القرطبي صاحب التفسير، وكفى به علما من أعلامكم. القرطبي ينقل عنه ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري في الجزء التاسع الصفحة 135، قال القرطبي: حملت عائشة على هذا التقبيح الغيرة التي طبعت عليها النساء. حملت عائشة، هنا يحاول أن يقول أنه هذا دافع ذلك الغيرة، مع أن هذه دعوة غير مسموعة، لأن الغيرة لها حدود، لا يمكن لنا أن نبرر لكل امرأة دافعها الغيرة في أن تطعن في الله تبارك وتعالى، وإلا انهدم الدين من رأس. قال: حملت عائشة على هذا التقبيح الغيرة التي طبعت عليها النساء، وإلا فقد علمت أن الله أباح لنبيه ذلك، وأن جميع النساء لو ملكن له رقهن لكان قليلا. وهذا قول أبرزه الدلال والغيرة، وهو من نوع قولها: ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله. وإلا فإضافة الهوى إلى النبي صلى الله عليه وآله لا تحمل على ظاهره، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى، ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق، ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك. أقول لو كان الغيرة
سماحة الشيخ انتهى طبعا وقت البرنامج، وإن شاء الله غدا نتصل على الدكتور ونكمل الحوار إن شاء الله.